الصبح غرقان في مشاكل ومن البداية اليوم قافل استنى في الباشا يعدي داخل لي عكس ومش سائل قلبي ليه مش مطمن باين يوم هندم عليه هي ظلمت كده ليه اللي وداني جبني يومي راح في الزحمة يا بيه البلد بتعذب انا كنت ناوي اخش يمين قالوا لي خش شمال احسن انا قلت دول طبعا فاهمين بصيت لقيت نفسي في مدفن ده اللي يسأل في بلدنا ربنا يعوض عليه هي ظلمت كده ليه اللي وداني جبني يومي راح في الزحمة يا بيه البلد بتعذب عافية عديت الاوتوبيس بضرب بعيني لقيت زفه ومدام يا سيدي اليوم ده خميس خدلك معاهم متلفه هيصه ولا حد اشتاري بالمرار اللي احنا فيه ضليت كده ليه اللي وداني جبني يوم راح في الزحمه يا بيه البلد بتعذب مش هروح ولا ايه هي ظلمت كده ليه اللي وداني جبني يومي راح في الزحمة يا بيه البلد بتعذبني ورجعت والشارع مقفول وزحمة والبيت متحاوط لمحت واد كده مش معدول شايلينه قال عامل ناشط يلا سيبك ما هي باظت يعني هي جت عليه هي ظلمت